السيدة الوزيرة كما كتعلموا أن هذا الجهاز هو جهاز فاتي في عمره 7 سنين، والدور اللي كيقوم به هو دور كبير وجبار، و48 يعني عنصر يعني شيء لا يمكن ذكره، لانه هذا الدور اللي كتقوم به داخل التراب ديال المملكه اللي هو دور كبير من خلال مراقبه يعني المقالع، تلوث المياه، تلوث يعني اللي تحدثوا بعض يعني المطارح، الاقتلاع الاجهاز على الاشجار، واحد المجموعه ديال التدخلات ديال هذا الجهاز اللي هو يعني الدور ديالو هو كبير. لهذا خصكم تمكنوا هذا الجهاز من الموارد يعني البشريه ومن الامكانيات اللوجستيكيه باش يقوم بالدور ديالو كاملا، وكذلك خصكم تعطيه واحد يعني الصبغه، تعطيه واحد الدفعه اعلاميه، لانه باش يعرفوه المواطنين. وكنقول لكم السيده الوزيره لانه هذا راه لا يقل اهميه على الاجهزه الاخرى، لانه تيخدم مع الدرك الملكي ومع الشرطه ومع السيد وكيل الملك ومع وزاره العدل. لهذا يجب الرفع كذلك من التنسيق بين هذه الاجهزه وهذا الجهاز هذا. كذلك السيدة الوزيرة ما كنكرهوش أنكم ديروا واحد الرقم أخضر، هذا الرقم أخضر للتبليغ عن يعني الجرائم، هذه راه جرائم بيئية. كنعرفوا بأن المغرب اليوم منخرط بشكل إيجابي مع مجموعة ديال المواثيق الدولية، ووقع واحد مجموعة ديال الاتفاقيات، فلا بد أن هذا الجهاز تعطاه الإمكانيات وتعطاه الأولوية، لأن المغرب اليوم العالم كله واقف على هذا الشيء ديال البيئة وهذا الشيء ديال المناخ وهذا الشيء. لهذا لا بد أن تعطوا أهمية وأولوية قصوى لهذا الجهاز وتمكنه من جميع الإمكانيات سواء المادية أو البشرية. شكرا.